نحن اليوم بدنا نحل الابلكيشن اللي كانت عند جرافيكال ريبريزنتيشن اعطيتكم اياها. ركزوا معي عندي هو دنتال سبرينج اوكي، دنتال سبرينج الماس المعلق فيه 2 كيلوغرام اوكي، والكي 80 نيوتن بير متر اوكي. هوريزونتال سبرينج عم بيروح ويجي طبيعي كيف شكله حيكون اوكي. يعني انا عندي عادة هيك بناخذ الهوريزونتال سبرينج مثل العادي اوكي، شيء عم بيروح وعم بيجي اوكي، والاكس اكسس بتكون كومفاوندد، هيدا الاوريجن له، هو محصور بين اكس ام وماينس اكس ام. طبيعي لانه الامبليتيود ثابته، يعني بكل اوسيليشن حيوصل على اكس ام اوكي. طيب the block is shifted from the equilibrium position at a certain distance and then it is released without initial velocity okay. قايل لي انه بلشنا without initial velocity هون اوكي. take the horizontal plane containing g reference of gpa. طبيعي نحن على طول عم ناخذ the reference of gpa عشان هيك الميكانيكال انرجي عم تطلع ما فيها gpa اوكي. gpa بكره بتبين بس علمكم vertical spring اوكي. the curve of figure 14 shows the kinetic energy of the block versus the abscissa x اوكي. عم بفرجيني بالجراف 14 كيف الكاينتيك انرجي اوكي محدد لي عم تتغير من ماينس اكس ام لاكس ام. طبيعي على الاكس ام كاينتيك انرجي زيرو لانه الاوبجكت بيوقف، طبيعي هي ماكسيموم على الاوريجن. يوز فيجر 14 تو ديتيرمين ذا ماكسيموم الونجيشن اوف ذا سبرينج اوكي. طيب ماكسيموم الونجيشن لها علاقه بالالاستيك بوتنشال انرجي. بيجي انا لنفترض بالامتحان ما بعرف حل، طيب بيجي انا بتطلع طب بفيجر 14 اوكي ما رسم لي كاينتيك انرجي. طب شو خص الاكس ام؟ هون مش عاطيني ارقام. طيب اكس ام لها علاقه بالبوتنشال انرجي الاستيك. طب بيجي بقول انا ات اني ان ات اني اس اكس ات اني اكس حيلا اكس حيلا اكس بوتنشال انرجي الاستيك بتساوي كاينتيك انرجي وهي كونزيرفد لانه اندامد اوكي؟ يعني على الاكستريميتي على الماينس اكس ام والاكس ام كاينتيك انرجي زيرو اوكي، الكاينتيك انرجي زيرو، فبتكون الميكانيكال انرجي هون شو بتساوي؟ بوتنشال انرجي الاستيك. على الاكوليبريوم بوتنشال على الاكس ايكوال زيرو بوتنشال انرجي الاستيك زيرو، فالكاينتيك ان فالميكانيكال انرجي بتكون بتساوي كاينتيك انرجي. مظبوط؟ هي نفس قيمه الميكانيكال انرجي على كل النقاط، يعني اذا طلعت معك ميكانيكال انرجي على الماينس اكس اب 6 جول، هون 6 جول، هون 6 جول. طيب شو بيجي بعمل انا؟ طيب انا معي على الاوكي على الايكوليبريوم معي الكاينتيك انرجي 0.4 بس ما هي بذاتها الميكانيكال انرجي لانه على الايكوليبريوم ما عندي بوتنشال انرجي الاستيك ما عندي. سو انا بيجي بطلع ات ايكوليبريوم بيجي بطلع ات ايكوليبريوم يعني على اكس ايكوال تو 0 بقول كاينتيك ميكانيكال انرجي كاينتيك انرجي زائد بوتنشال انرجي الاستيك بس بوتنشال انرجي الاستيك 0 لانه ايكوليبريوم فبتطلع الميكانيكال انرجي 0.4. طيب هاي 0.4 هي بذاتها الميكانيكال انرجي على الاكس ام بس مع الاكس ام شو بتساوي الميكانيكال انرجي؟ هي البوتنشال انرجي الاستيك، يعني هون سو انا معي قيمه الميكانيكال انرجي هون لانه هي بذاتها، صار فيني اطلع الاكس ام، اوكي؟ سو ات ماكسيموم الونجيشن على الاكس ام ميكانيكال انرجي كاينتيك زائد بوتنشال انرجي الاستيك، كاينتيك صفر، فالبوتنشال انرجي الاستيك هاف كي اكس ام سكوير، بطلع الاكس ام تطلع 0.1، اوكي؟ شو عم بيقول لي يا صبايا؟ عم بيقول لي determine the speed of the block when it reaches equilibrium position. ما بدها شيء، ما انا على الايكوليبريوم على الايكوليبريوم يعني على الاكس ايكوال 0 معي الكاينتيك انرجي، اي منا بطلع السبيد، اوكي؟ ات اكس ايكوال 0 كاينتيك انرجي 0.4، اوكي؟ صار فيني اطلع السبيد بكل بساطه، اوكي؟ 2 draw on the same graph the curve representing the elastic potential energy and the mechanical energy. ميكانيكال انرجي سهل. انا طلعت معنا الميكانيكال انرجي 0.4 على كل الانستنت انه انا ام دامت، يعني انا بيطلع الميكانيكال انرجي هو ستريت لاين. ميكانيكال انرجي ليه؟ لانه ميكانيكال انرجي از كونزرفت لانه انا نو فريكشن لانه انا ام دامت. هلا تطلع الالاستيك بوتنشال انرجي، تذكري انت ات اني اكس ات اني اكس، يعني انا اذا على هال اكس لازم جمع البوتنشال الاستيك والكاينتيك يساوي 0.4 مش هيك؟ لانه ميكانيكال انرجي كونزيرف. طيب لحتى ارسم البوتنشال انرجي الاستيك باخذ نقطه بنقطه مثل ما انا عامله هون لارسم بوتنشال انرجي باخذ نقطه بنقطه. طيب خليني ابلش بالماينس اكس ام. على الماينس اكس ام
انرجي اللي هي 0.4 على الماينس اكس ام. ميكانيكال انرجي كاينتكس زائد بوتنشال انرجي الاستيك. ميكانيكال انرجي هي 0.4 هي كاينتكس زائد بوتنشال انرجي الاستيك. كاينتكس صفر فالبوتنشال انرجي الاستيك 0.4 فبحط نقطه. اوكي بختار نقطه ثانيه بترضي هون على هاي الاكس على هاي الاكس 1 اللي هي انتبه ما اذا هي اكس ام يعني بالنص هي ماينس اكس ام على 2 على هاي النقطه قديش الكاينتكس 0.3 بس مع هاي النقطه الميكانيكال انرجي على هاي النقطه كاينتيك انرجي اوكي زائد بوتنشال انرجي الاستيك كمان 0.4 طيب اذا كاينتيك انرجي 0.3 من الجراف لانه تطلعي من الجراف على هالنقطه قد الكاينتيك انرجي 0.3 تطلع البوتنشال انرجي الاستيك على هالنقطه هي 0.1 حطت نقطه على الاكس ايكوال تو 0 بوتنشال انرجي الاستيك 0 اوكي هلا هو باي سيمتري بيطلع هون نفس الشيء هون على هاي النقطة الـ X2 قديش الكاينتيك 0.3 بس ما الميكانيكال 0.4 يعني بيطلع للإلاستيك 0.1 بحط نقطة هون على الـ XM كاينتيك 0 فبوتنشال انرجي إلاستيك ماكسيموم فبيطلع هيدا هو الجراف للبوتنشال انرجي إلاستيك هو على طول عكس الكاينتيك فإذا بختار نقاط معينة كلير؟ طيب فبايا deduce whether the position X equal بلس ماينس اكس ام على 2 او اكس ايكوال بلس ماينس اكس ام على راديكال 2 هو البوزيشن لما بتكون عندي كاينتيك بتساوي بوتنشال انرجي الاستيك اوكي عم بيقول لي وين اي هل وين انتبه نحن هيدا هو الجراف للبوتنشال انرجي الاستيك هو الجراف للكاينتيك انرجي زي ان هو هن بيلتقوا على نقطتين يعني في على نقطه معينه على اكس معينه على اكس معينه هن بيساووا بعض نفس الشيء بما انه سيمتري ما هو على طول البارابولا سيمتري يعني كل شيء بيصير بالنيجاتيف اكس بيصير بذاته بالبوزيتيف اكس فاذا على هي النقطه اللي هي نيجاتيف اكس بيلتقي البوتنشال انرجي الاستيك مع الكاينتيك انرجي وعلى هي النقطه اللي هي عندها بوزيتيف اكس بيلتقي البوتنشال انرجي الاستيك والكاينتيك انرجي عم بيقول لي هل هيدي النقطة هل هي النقطة اللي بيلتقي عليها البوتنشال انرجي الاستيك مع الكاينتيك معقول تكون الاكس اللي لها هي اكس اكس ام على 2 او اكس ام على راديكال 2 طيب اكس ام على 2 يعني 0.1 على 2 يعني 0.5 على 2 مظبوط ركزي معي هيدي اذا من هون لهون اكس ماينس اكس ام يعني هون هو ماينس ام على 2 وهون هي الاكس ام على 2 سو هون هي الماينس اكس ام على 2 وهون هي الاكس ام على 2 اوكي هون وهون كلير طيب طلعي لي شوي انا اثنيناتهم الكاينتيك انرجي والبوتنشال انرجي الاستيك جمعهم المفروض يكون 0.4 فاذا على هون النقطه فاذا على هاي النقطه اذا هن ايكوال يعني لازم يكون كل وحده 0.2 مظبوط لانه 0.2 زائد 0.2 0.4 اذا انا معتبره هن عم يلتقوا اذا انا عم بعتبره انه اذا هن ايكوال على الاكس على الاكس ام على 2 طب طلعي لي ما هي الاكس ام على 2 على الاكس ام على 2 البوتنشال انرجي الكاينتيك البوتنشال انرجي الاستيك لحالها فاذا الكاينتيك انرجي لحالها 0.3 طلعي لي هاي الاكس ام على 2 ما واضحه اذا هاي دي ماينس اكس ام ان هي ماينس اكس ام على 2 هي النص طب بيجي بتطلع انا الكاينتيك انرجي لحالها 0.3 طب شو بفضل للبوتنشال انرجي الاستيك 0.1 فاكيد مش ايكوال على الاكس ام على 2 هن منن ايكوال منن ما بيساووا بعض اوكي ف على فانا لازم اجي لهالميله لازم اجي لهالميله يعني انا لازم تكون الكاينتيك انرجي اصغر بشوي اصغر من 0.3 ولازم تكون البوتنشال انرجي الاستيك اكبر من 0.1 فاكيد على الاكس ام على راديكال 2 اللي هي 0.07 اللي هي هون هن بيصيروا ايكوال فاذا فهمتوا شو الفكره هو عم بيقول لي هيدي النقطة اللي هون اللي بتصير البوتنشال انرجي الاستيك بتساوي كاينتيك انرجي عندها ابسيسا اكس ام على 2 ماينس اكس ام على 2 او اكس ام على راديكال 2 طبيعي مش اكس ام على 2 لانه ماينس اكس ام على 2 اذا بيجي بحطها على الرسمة تطلع كاينتيك انرجي 0.3 والبوتنشال انرجي الاستيك 0.1 فانا لازم اجي لهالميلة يعني لازم تقل الكاينتيك انرجي لتصير 0.2 فلازم اجي على هالميلة يعني اكيد هي 0.07 فهمتوا علي؟ كلير؟ هلا عم بيقول لي فاذا شو بيقول لي ديديوس طلعي لي الاكس اكس هي اكس ام على 2 على راديكال 2 يعني هي 0.07 اوكي هلا فيني طلعها باي كالكوليشن يعني مش جرافيكلي انا بعرف على حيلا اكس ميكانيكال انرجي هي 0.4 بس ما هي كاينتيك زائد بوتنشال انرجي الاستيك بس ما هو عم بيقول لي فتشيلي